المادة السابعة مدة المباراة. تستمر المباراة شوطين متساويين كل منهما 45 دقيقة بتخللها فترة راحة لا تزيد عن 15 دقيقة. للحكم حرية التصرف خلال المباراة بإضافة الوقت بدل الضائع في أي شوط من شوطين المباراة. بسبب التبديلات والاستماح بتقييم إصابات اللاعبين أو نقل اللاعبين المصابين خارج الملعب من أجل تلقي العلاج. ويمكن اللاعب العودة فقط بعد استئناف اللعب وبعد السماح له من قبل الحكم. ويسمح فقط لحارس المرمى تلقي العلاج داخل الساحة وعلى الحكم إضافة الوقت في نهاية أي من الشوطين تعويضا عن مدة العلاج. إذا أصيب كل من حارس المرمى وأحد اللاعبين بنفس الحادث فيسمح لكليهما بالعلاج داخل الساحة. وعلى الحكم إضافة الوقت بنهاية أي من الشوطين تعويضا عن مدة العلاج. وتتم إضافة الوقت بسبب إضاعة الوقت أو لأي سبب آخر. يتم تمديد زمن أي من الشوطين من أجل تنفيذ ضربة الجزاء في نهاية كل شوط. من الطبيعي في المباريات التي يتواجد فيها الحكم الرابع أن يعمد الحكم للإشارة إليه بمدة الوقت المطلوب إضافته في نهاية كل شوط. وفي هذه الحالة أعطى الحكم دقيقتين، فإن على الحكم الرابع بعد تلقيه المعلومة من الحكم أن يتولى إشارها على لوحة التبديل الإلكترونية.